إذن مشاهدي جرج عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من الموسم الخطوبة. اليوم يتم عقد قران الأزواج بحضور السيد عامل إقليم ميدلت اللي حاضر شخصيا، وكنعرفوا أن السيدة كذلك حضور النائبة البرلمانية. القران بين الأزواج الآن يتم بحضور السيد عامل إقليم ميدلت. إذن هذه العادة المعروفة هنا في هذه المنطقة. إذن هناك مغالطات لبعض حضور الأعزاء. إذن في هذه اللحظات يتم عقد قران بين العريس والعروسة بحضور عامل إقليم ميدلت اللي كيشرف على العملية هذه، اللي كتمرفح الأجواء من الفرحة والسعادة والسرور. إذن عامل إقليم ميدلت يشرف على عقد القران للأزواج مقبلين لدخول قفص الذهبي بحضور ¡Gracias!
جميلة نحنات من السعادة والسرور والفرح بحضور السيد عامر السيد اللي كان يشرف على هذا عقد القران بين أزواج. كنعرفوا أن هذا العادة معروفة في المنطقة كدار مرة في السنة في بداية الخريف نظرا للظروف الاجتماعية. حضر الرئيس حضر الرئيس شوية مال الرئيس تفضل أنا عام الإقليمة يسلم لهذا العريسين الموسم يتسم بزواج بعقد القران بين الأزواج بحضور عامل إقليمة من تفضل الكلمة بارك المساء إذن في هذه اللحظات يغادر السيد عامل الإقليم برضو مضبوط. إذن كما كنشوفوا حضور متميز لجميع المنابر الإعلامية سواء الوطنية أو الدولية في هذا الحفل حفل القران. كيفاش مرات؟ زيجات مرات في هذه الايام. اتمنى بعض الاخبار كتداوي بان عدد المساكن الشطره ما كايناش قرب المواطنين حول هذا هذه امور ماشي صحيحه. ها؟ مشاهدينا العبير أجواء هنا جدا جميلة